على كل حال احنا بعد كل مباراه مهمه ولما بيبقى فيه اخطاء تحكيميه مش هنطلع نقول راينا، بنلجا للخبراء. خلينا ناخد على التليفون دلوقتي يعني كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي ونفهم منه اكتر، يمكن في كلام احنا ما نعرفوش. كابتن ناصر صباح الخير على حضرتك طبعا في البدايه. صباح الخير على حضرتك مهندس، صباح الخير عليك كريم وعلى كل مشاهدي قناه الزاهي في كل مكان. طيب كابتن ناصر، يعني انا اكيد وكلنا تابعنا التحليلات المختلفه امبارح، وزي ما كنت بقول لحضرتك يعني من المرات القليله اللي بيكون فيها اجماع، يعني في اجماع على ان في كان مشكله تحكيميه بالامس. تقييم حضرتك حبدا لاداره اصلا الحكم امبارح للمباراه بشكل عام، عدم احتساب ضربه الجزاء هنا بشكل خاص، اتفضل يا كابتن. طيب ممكن حضرتك بس اسمحي لي وكريم اسمح لي الاول، خلينا يعني اقدم التهنئه الاول للكابتن محمود الخطيب الاسطوره ونموذج المشرف لكل الرياضيين مش بس في مصر في كل بلاد العالم، بقول له كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن محمود وربنا يا رب يديم عليك نعمته ويخلي الناس كلها تحبك وكلنا بنحبك بامانه مش مجامله، حاجه محترمه جدا جدا، كل سنه هو طيب ودايما يا رب بخير وسلام. امين. نروح للمباراه. هبدا حاجه يعني هقولها لك بس عشان يعني كل الناس تتذكر، انا بقول 4 من 4 وهفكر الناس يعني ايه 4 من 4. اخر 4 مرات النادي الاهلي يعني بالظبط كده نهاوند بدءا من مباراه الاتحاد العاصمه سوبر ثم سيمبا هناك ثم سيمبا هنا ثم مباراه امس صن داونز، يعني دايما يبقى في 4 أخطاء تتكرر في 4 مباريات متتاليين برجولة. كان الحكم ايشو وكان كان على الفار، كان موجود حكم الفار كانت ماريا ريفيت الحكمه من موريشيس. انا بس بستغرب هو ما فيش حكام فار عندنا في الاتحاد الافريقي ولا ايه؟ انا مش عارف. انت عينتها في ماتش اتحاد العاصمه وكان عندنا ركله جزاء واضحه جدا كانت لصالح محمود كهربا، انا بتكلم بامانه. صحيح. وعاوز اقول لك ان 4 ركلات الجزاء اللي انا هتكلم فيهم دولت ما فيش حد سواء من الخبراء او من الجمهور الا ما اكد على صحه الـ4 ركلات كده. المباراه الاولى ركله جزاء لكهرباء ماريا ريفيت لم تستدع الحكم فيها، ودي كانت مشكله كبيره جدا جدا، هذه ركله جزاء اثرت في نتيجه المباراه. للاسف كل الاخطاء اثرت في نتائج المباراه. بعد كده سيمبا وكان المباراه كانت هناك، كان دحام جدا الحكم الموريتاني وكان موجود مع الفار كان لحلو بن برهام اللي هو الحكم الجزائري. وهنا يعني كانت حاجه كويسه جدا الفار جاب الحكم، يعني جاب دحام بيدا في ركله جزاء كهربا ايضا، وكان الركل موجود والركله جزاء واضحه جدا. للاسف الشديد الفار بيجيب الحكم، بيرجع دحام بيدا الحكم الموريتاني ومعرفش في ايه بالظبط، يرجع ما يحسبش المخالفه. دي كان ثاني خطا للنادي الاهلي في مباراه سيمبا اللي كانت موجوده خارج ملعبه. كويس. مباراه سيمبا عندنا كان نفس الشيء، الحكم كان جان جاك نداله، انا بتكلم يعني بالتفصيل، وكان على الفار كان عادل زوراك الحكم المغربي. ركله جزاء كهرباء لما نجح في لعب الكره وحارس المرمى دخل فيه بتهور، وهنا كان يجب احتساب ركله جزاء، لم يحتسب الحكم ركله جزاء. امبارح ودي الغريبه جدا دقيقه 90، يعني انا ما شفتش في حياتي ان في مخالفه الدفع الواضحه بالايدين الاثنين للاعب، يعني الايد بتخرج وتدفع طبقا للقانون الماده 12، مخالفه ركله جزاء موجوده، حكم لم يحتسب للاسف الشديد، حكم مغمور ليس لدي خبره، ضعيف جدا جدا فنيا، انا استغربت ازاي بيتعين في هذه المباراه الصعبه جدا جدا، لم يحتسب ركله جزاء والفار ايضا هنا لم يتدخل. انا بس هنا في اللعبه ديت يمكن انا شايف اسطوره هنا، لما يكون الدفع بهذا الشكل الواضح الايدين الاثنين رايحه لجسم اللاعب، يعني اللاعب لاعب صن داونز بيقول لك احسب عليا ركله جزاء، ده هنا دفع واضح، ركله جزاء واضحه وضوح الشمس. حكم هنقول ما شافش، هنقول ما قدرش، هنقول ان هو كان بعيد. طيب انا سؤال، ماريا ريفيت دي ثاني مره بتخطئ في مع لعيبه النادي الاهلي بعدم استدعاء الحكم في هذه اللقطه. بتكلم في دقيقه 90، يعني ركله جزاء من الممكن ان هي تتحسب ويجي منها هدف. بنقول 1-1، لا النتيجه بتتغير، ولكن التحكيم الافريقي بيمشي عكس الاتجاه للاسف الشديد، مفيش تطوير، هناك مبالغ طائله تصرف على التحكيم في لجنه الحكام في افريقيا، حتى الان 4 من 4 يعني ده يعني شيء مش مقبول بالمره. ما 4 من 4 يا فندم معناها بطبيعه الحال ان في تربص وان في سوء نيه، الكلام ده لمصلحه مين
ولمصلحه مين بقاء الوضع على ما هو عليه. احنا بنتكلم على عوار في ملف التحكيم الافريقي بشكل عام، كل يوم تقريبا والتاني يكون عندنا على الاقل وقعه واحده ان ما كانش اكتر تثبت وتؤكد هذا الكلام بما لا يدع اي مجال للشك. هيبقى الوضع على ما هو عليه بشكل عام لغايه امتى؟ وفيما يتعلق بالنادي الاهلي والتربص الدائم بيه لغايه امتى؟ شوف يا كريم، النادي الاهلي نادي القرن، ونادي عظيم، ونادي يعني اكبر نادي حصل على بطولات. من غير معقول المفروض النهارده احنا هذا النادي ما حدش يقف ضده. احنا بنتكلم في تحقيق العداله لكل الانديه طبعا، ولكن لما النادي الاهلي اللي هو بيبقى رمز افريقيا، لابد انك انت كلجنه حكام تعين الحكام بمعايير طبقا لصعوبه المباراه. ما ينفعش انا امبارح صن داونز بالاهلي من اقوى مباراه في الدوري الافريقي في المجموعه ديت احط لها حكم مغمور، حكم ما عندوش خبرات، حكم بيخاف. انا عندي لقطتين يا كريم بجد، لو انا حكم عندي عمل الثلاث حاجات دولت امبارح انا هوقفه على الاقل شهرين او ثلاث اشهر. لما يكون حكم من نخبه الكره بتصطدم فيها، بس هوريك المستوى الفني الضعيف للحكم. ثلاث مرات الحكم بتيجي الكره تصطدم فيه ويبقى في مساره اللعب ويوقف اللعب ويعمل اسكوت. ركله جزاء صحيح لم تحتسب، مخالفه بالحذاء في محمد عبد المنعم، تهور موجود وترتقي مش عايزه ترتقي، كان يجب على الفار ازاي الحكم فيها، كان ممكن يبقى في بطاقه حمراء فيها. كل هذه الاخطاء امبارح بتتكرر ضد النادي الاهلي في وسط الاجواء اللي حضرتك شفتها امبارح. طيب احنا النهارده بنتكلم في بطوله كبيره، ما ينفعش ابدا تضيع حق نادي بيصرف ونادي بيجتهد ونادي يعتبر بطل افريقيا انك انت تقف قدامه بهذه الاخطاء الغريبه الكبيره. لابد ان يكون هناك في وقفه من لجنه الحكام. من فضلكم اختاروا الحكام بدون مجاملات، من فضلكم تاني بقول المجاملات ابعدوها، دي بطوله كبيره. سمعه التحكيم الافريقي في الفتره الاخيره للاسف ما كانتش على المردود الصحيح يا كريم. بس انا كابتن ناصر ممكن اقول حاجه، يعني مع احترامي طبعا الشديد كل القرارات اللي احنا بنتكلم فيها والمناشدات اللي احنا بقالنا يعني لا موسم ولا اثنين ولا ثلاثه، بقالنا سنوات طويله جدا بنتكلم فيها، هل في محاسبه حقيقيه؟ يعني دلوقتي حصل خطا، أنا هتكلم في المباراة الأخيرة، حصل خطأ بالعين المجردة يرى وللجميع، يعني في إجماع على إن ده خطأ تحكيمي فج، هل حضرتك بتتوقع إن ممكن يكون في محاسبة أصلاً لهذا الحكم؟ هيكون في أي حاجة هتحصل؟ ممكن حد يجي يقول لك وأنا كنادي قال استفدت إيه؟ مش مهم تستفيد دلوقتي، بس هتستفيد بعدين لما يبقى في محاسبة حقيقية بتحصل لأي أخطاء بهذا الشكل، يعني هل حضرتك متوقع يكون في رد فعل أصلاً من الكاف؟ تمام يا نهاوند، سؤال مهم جدا، وانا هقول لك بالتفصيل وبالدليل. يعني هقول لك ان هنا يعني تاكيدا لكلامك، لما تبقى محكمه او حكمه من بوروسيا لعبت مباراه اتحاد العاصمه، كان عندها خطا فادح جدا جدا زي ما قلت لحضرتك، ركله جزاء صحيحه لم تحتسب للكهرباء. طيب انت بتتفاجئ انها تتعين ثاني للنادي الاهلي، ما هدوت دليل على ايه؟ ان ما حدش بيحاسب حد للاسف الشديد، وده تاكيدا لكلامك ان ما فيش حد ياخد عقاب. واحدة بتتكرر تاني للأسف، وده محيرني جدا. يا جماعة اتحاد افريقي كبير جدا وعنده حكام كبار جدا جدا، لما تبقى محكمة لسه ما عندهاش خبرات، يعني هي ما نزلتش الملعب تحكم عشان تقدر إن هي في الفار تستدعي الحكم أو تقدر الألعاب، أحطها في مباراة كبيرة وأرجع تاني أكررها، لا ما حدش بيحاسب حد للأسف الشديد. يعني مش بس ما تعاقبتش، ده ما تعاقبتش واتكافئت بإن هي طب أنت عملت شغل حلو معانا، أنت بقى في ماتش الأهلي اللي جاي إن شاء الله. وأنت بتميزها تاني ويا كريم تمام يا كريم، أنت بتكافئها وتديها كمان للأهلي. طب يعني ألف دي تعيينات أو لجنة تعيين، دي عندها مشكلة في المباراة. من فضلك لو أنت عاوز تعينها وتجاملها بلاش توديها للفريق اللي هي أخطأت ضده. بنقول إن الأهلي مش محتاج غير حقه يا كريم يا نهاوند، للأسف والله بدون مجاملة بقول 4 من 4، لا أخطاء كتيرة جدا جدا صحيح للأسف. وبعدين في حاجة مهمة، من فضلكم عاوزين يعني نفصل تماما ما بين الأداء الفني، احنا قلنا دايما من خلال القناة ما حدش يقول لي الأداء الفني الأهلي كان يعني مش مظبوط مش كويس، لا احنا بنتكلم كتحكيم. من فضلك اديني حقي ومالكش دعوة، أنت مالكش دعوة كحكم، ادي النادي الأهلي حقه أو المنافس حقه بعيدا عن الأداء الفني للاعبين. والله يعني أنا فعلا
عارف لما يعجز الواحد على ان هو يتكلم خلاص. اصل كابتن ناصر انا فاكره المكالمات الماضيه اللي كانت مع حضرتك برضو في المباريات السابقه اللي حضرتك دلوقتي ذكرتها وعملت يعني كونكلوجن ليها، الكلام كله بيعاد. يعني انا حاسه ان احنا بنعيد نفسنا تاني، والله اعلم بعد كده ده هيكرر ولا لا، بس بنسبه 90% هيكرر. فيعني هنرجع نقول ده مش مبرر الاداء التحكيمي غير الاداء الفني. احنا عندنا مشاكل فنيه، مش هنعول على المشاكل التحكيميه على اساسها، لكن لما الموضوع يوصل لامور بهذا المنطق اللي هو او لا منطق، يبقى طبعا الموضوع مش افضل حاجه، وللاسف بينكد علينا، وللاسف ليه تاثير سلبي جدا من الناحيه كمان المعنويه على اللعيبه وعلى الجماهير وعلى البطوله وعلى شكلنا اصلا قدام العالم كله كقاره. عندها مشاكل عده في كره القدم سواء على المستوى التحكيمي او غيره، ومستمره ولا تحل يعني بالمناسبه. على كل حال يعني انا بس حاجه هقولها، بس يعني هقولها اخيرا اسمعي لي حضرتك، انا بتكلم على الحكم اللي هو المباراه القادمه اللي هي ان شاء الله يوم الاربعاء. الحكم عيسى سي، الحكم حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه بس كابتن ناصر معلش. الحكم السنغالي عيسى سي، يعني انا بتكلم على الحكم للمباراه القادمه اللي هو عيسى سي الحكم السنغالي. اعتقد هو شايف تماما الاخطاء التحكيميه اللي موجوده في المباراه اللي انا بقول نتمنى تاني بنقول ان الحكم عيسى سي الحكم السنغالي هذه المباراه النادي الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يفوز وهيمر وهيعدي، بس لابد انك انت كحكم زي ما قلنا النادي الاهلي محتاج حقه. اتمنى ان هو يستفيد من اخطاء زمايله ويقدم مردود في هذه المباراه، مردود يحاول يعني نسبيا يرفع من شان التحكيم في افريقيا. يعني هوان تحياتي لحضرتك، وبقول تاني والكريم ورب ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء ان شاء الله الاهلي يصعد للدور النهائي باذن الله باذن الله. نتمنى ذلك. كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي، شكرا ليك جدا فندم على هذه المداخله.